وقالوا لك يا ربيع تدخل غرفة هذه فيها ذهب وفيها دراهم وفيها، اسمع ترى مدخلك الحين ما تدري متى تطلع، ترك تاخذ 30 يوم في الغرفة دي، يمكن تاخذ 30 يمكن تاخذ يوم يمكن تاخذ نص ساعة ما ندري. حلو حلو، قد ما تقدر جمع معك اكياس معك خياش معك اي شيء قد ما تقدر جمع تدخل تجلس ترقد، لو طلعت ما معك الا 1000 ريال ايش بيقولوا عنك الناس؟ خسران. ايش فيه ذا؟ احنا خلينا كله دراهم وذهب يطلع 1000 ريال، ايش ذا؟ خسران. هذا رمضان في شياب عنده نقطة يقول يا اخي العيال كبروا ويعرفون الصح من الغلط، لا حتى لو انه ابو عياله ولدك وجهه، لا تطلع انت يا رب الاسرة من المسجد الا عيالك معك، مشغول مسوي فاعل اخذه. عطر رمضان قيمته، انت مهما كنت قبل رمضان عطر رمضان قيمته. تغانم شبابك يبيض الوجه عادك شاب ترى البدر لو يطلع قمر عود هلالي، سلام. فلا تهجر المسجد وخلك ورا المحراب، ترى روضة المسجد لها منزل عالي. الله أكبر.